طب بالنسبة للأقساط كمان المدارس، مصاريف المدرسة يا فندم؟ الحقيقه ان طبعا كان في قرار وزاري منظم للاعلان عن المصروفات سواء المتعلقه بالمدارس الحكوميه، وايضا كمان كان في قرار وزاري صادر بالشرائح الزيادات الخاصه بالمدارس الخاصه، وده تم الاعلان عنه طبعا بشكل مفصل، واكدنا مرارا وتكرارا على ان الوزاره بتتابع باستمرار التزام المدارس بتطبيق الزيادات المقرره، وفي حاله طبعا اي مخالفه ولي الامر عليه انه يتقدم بشكوى رسميه، والوزاره على الفور طبعا بتبحث الموضوع وبتنزل لجنه بحث مالي واداري علشان ترفض المخالفه لمحل الشكوى يعني. طيب بالنسبه لانشاء مدرسه العباقره للمتفوقين يا فندم. الحقيقه ان مدرسه العباقره يعني هي طبعا فكره جديده ومتميزه، والحقيقه ان هي هتضم الطلاب افضل الطلاب الاوائل في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم، ويعني هتقدم لهم عدد من المزايا المختلفه، نظام دراسي مختلف بالتوأمه مع مدارس اجنبيه وجامعات دوليه، بالاضافه لكمان جامعه مصريه، هيكون عندهم منح مختلفه يقدروا ان هم يستخدموها. يعني الحقيقه طبعا ده بياتي في اطار حرص الدوله والوزاره على الاهتمام بالنابغين والمتفوقين وجمعهم في مكان يتم الاهتمام بيهم، يعني تمهيدا طبعا لاستخدامهم بشكل افضل وتقلدهم مناصب كويسه واستخدامهم بما طبعا يفيد في تنميه المجتمع والدوله بشكل عام. طيب برضو يعني الحقيقه يمكن في تفاصيل كتير بالنسبه للمناهج يا فندم، برضو كان في حديث انه يعني ليه علاقه بالمناهج، لو تم اولياء الامور بس. خليني اشرح لحضرتك، هو ما الدكتور رضا حجازي النهارده اللي اعلن عنه هو العام الدراسي الحالي، هو بيشهد تطبيق التدرج اللي حصل في تطوير المناهج اللي هي كانت بدات بالرابعه ابتدائي ثم خمسه ابتدائي. العام الدراسي الحالي هيتم تطبيق المناهج المطوره للفصل السادس الابتدائي. هيتم طبعا تم وضع الاطار العام لمناهج المرحله الاعداديه، وهيتم البدء في تطبيقها خلال العام الدراسي 24-25. ويمكن في نقطة تانية متعلقة بالموضوع ده اللي تم طرحها في البداية خالص بداية المؤتمر الصحفي، الدكتور رضا حجازي أكد عليها، وهي فكرة إن تطوير منظومة المرحلة الثانوية هيتم بإطلاق حوار مجتمعي يضم كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة لعرض كافة التوصيات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية للوصول في النهاية لآليات محددة يكون مطروحة على الرأي العام وأولياء الأمور والطلاب، علشان خاطر ما يبقاش في أي عنصر مفاجأة أو أي حاجة يعني تبقى سبب مصدر قلق بالنسبة لأولياء الأمور أو الطلاب. وطبعا هي في النهاية التطوير هيتم بما يعني يمثل المصلحة الفضلى للطلاب طبعا. بكل تأكيد بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ شادي زلطة، متحدث باسم وزارة التربية والتعليم.